لحوم تزرع في أنابيب المختبرات، ومجال واعد ستهيمن على سوقه العالمية دول الشرق الأوسط ودول التعاون الخليجي. أكبر المستثمرين فيه بيل غيتس وأحد أشهر الأمراء السعوديين. ولأن اللحوم والبروتينات الطبيعية تسرع من رفع حرارة الكوكب من جهة، وفي غضون بضع سنوات لن يكفي الطعام سكان العالم من جهة أخرى. دهش العالم بمعالجة الخبراء لهاتين المشكلتين بحل واحد فقط، ألا وهو الاقتصاد النباتي والأغذية البديلة. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى المرور علينا بالتعليقات والاشتراك بالقناة. اليوم وبينما نحن نواصل عيش حياتنا بطريقة عادية، يبحث العلماء في زوايا المختبرات عن حلول مستدامة لإطعام 9.7 مليار شخص بحلول 2050. بعد التوقعات التي تنذر بخسائر في الاقتصاد العالمي قيمتها تتجاوز 5 تريليون دولار في 27 عاما، علما وأن نظام الغذاء العالمي يصبح مهددا بشكل خطير من عام لآخر بسبب التغيرات المناخية. وكمثال على ذلك نذكر ألمانيا، حين شهدت في 2018 انخفاضا ب 16% في العائد الزراعي للحبوب بالهكتار الواحد. كل هذا جعل أبرز تحديات عصرنا الحالي هي تلبية الطلب المتزايد على الغذاء المستدام، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، ومع تغير أذواق المستهلك وتضاعف المخاوف البيئية وكذلك الأخلاقية، خاصة في مجال الإنتاج التقليدي للبروتينات. تم العمل على استبدال اللحوم الطبيعية بالبروتينات البديلة، وعلى امتداد السنوات الأخيرة استطاع هذا القطاع أن يفتك مكانه في السوق العالمية ويتطور، وهو ما تثبته الأرقام التي تشير إلى أنه في 2035 ستبلغ قيمة البروتينات البديلة ما لا يقل عن 290 مليار دولار أمريكي. ويعتبر إنتاج البروتينات البديلة صناعة ناشئة ومصدرا تكميليا مهما للبروتين الطبيعي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ودول التعاون الخليجي. وقبل الغوص في تفاصيل هذه الصناعة الناشئة، دعونا نفسر بديل اللحوم هذا. هي مصادر بروتين لكنها ليست مشتقة من المصادر الحيوانية التقليدية كالحليب واللحوم والبيض، أو المصادر النباتية كالعدس والحمص والفول. والأكثر إثارة في الموضوع هو أن وينستون تشرشل ومنذ 1931 قد تنبأ بهذا التغير في مقالاته الشهيرة تحت عنوان بعد 50 عاما من الآن، فسر فيها بشكل مفصل كيف ستقود أبحاث الهرمونات إلى التحكم في نمو الخلايا، وقال جملته الشهيرة، أو ربما الجملة التي لم يفهم معناها حينها: لا عبثية تربية دجاجة كاملة لأكل صدرها وجناحها فقط. تفسيرته التي كانت أقرب إلى الخيال العلمي باتت حقيقة، وصارت اللحوم تزرع في المفاعل الحيوية بالمختبرات، ومن هناك إلى الصناعة، ثم أخيرا إلى قوائم المطاعم. لننتقل تدريجيا للحديث عن اللحوم النباتية المعتمدة كذلك على حبوب ومواد زراعية لكنها ذات مذاق مماثل للحوم العادية، كما لا تقتصر البروتينات البديلة على الحيوانية منها، وإنما كذلك البروتينات النباتية وأبرزها عدس الماء الذي يوفر مصدر بروتين نباتي أكثر استدامة، إضافة إلى فوائده الغذائية واحتوائه على بروتين أكثر حتى من الموجود في الصويا. وبينما كان الهدف الأول من تغذية الحيوانات، بات موجها كذلك إلى طعام الإنسان واستخدامه في صناعة اللحوم النباتية وبديل للألبان. ويساعد إنتاج البروتينات النباتية على توفير المياه والحد من استنزاف الأراضي واليابسة، ذلك أن نبتة عدس الماء مثلا لا تتطلب أراض صالحة للزراعة، وإنما هي قادرة على النمو في بيئات شديدة الملوحة. وأسرت دول الشرق الأوسط لاستغلال هذه الميزة واعتبارها حلا مناسبا لمشاكل أرهقتهم،
تتعلق أساسا بصعوبة إنتاج البروتينات الحيوانية التقليدية نظرا لطبيعة المناخ الجاف والحار ونقص الموارد المائية والأراضي الزراعية. ومع انتشار النباتيين أيضا، دخلت شركات خليجية قطاع اللحوم المصنعة من مصادر نباتية بنسبة 100%. بعد شهرة هذه المنتوجات بعد معرض جيلفود 2020، ويبدو أنهم نجحوا في الاستثمار الجيد للبروتينات البديلة. والدليل على ذلك تواصل افتتاح المطاعم النباتية في مدن دول التعاون الخليجي منها الرياض ودبي المعتمدة على البروتين النباتي في خدماتها. وقريبا سيتم تطبيق نفس الأمر في مصر وعمان من طرف شركة بريطانية مختصة في هذا المجال. ولعلك تساءلت عند مشاهدتك للفيديو عن علاقة اللحوم والبروتينات بالتغيرات المناخية. نعم، لإنتاج اللحوم صلة وثيقة بحالة المناخ، فكل 100 جرام من لحم الخروف مسؤول عما يعادل 20 كيلوغرام من الغازات الدفيئة، بينما كل 100 جرام من لحم الأبقار مسؤول عن 50 كيلوغرام من الغازات الدفيئة. كما تنتج تربية الماشية 14% من هذه الانبعاثات التي تساهم بشكل كبير في تسريع الاحتباس الحراري والحد من قدرة الأرض على امتصاص ثاني أكسيد الكربون. وللحد من التأثير البيئي على إنتاج الغذاء، لابد حسب آخر الأبحاث من تخفيض الناس لاستهلاكهم من اللحوم بنسبة 30% بحلول نهاية هذا العقد، و90% بالنسبة للدول الغربية، للحفاظ على درجات حرارة الكوكب تحت السيطرة، وهو ما يجبرنا على تغيير نظامنا الغذائي والخضوع مستقبلا لمجال الأغذية البديلة الواعد. هذا المجال الذي يعد بنمو قيمة صناعية بدائل اللحوم إلى 140 مليار دولار خلال العقد المقبل، أي ما يقارب 10% من سوق اللحوم العالمية، بدأ يجذب لقائمة ممولي مليارديرات العالم، وعلى رأسهم مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، وأيضا الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال، أكبر مستثمر سوق اللحوم البديلة وتكنولوجيا الأغذية. وفي غضون 3 عقود سيكون هناك 2 ملياري شخص على هذا الكوكب يطالبون بالطعام والغذاء، الأمر الذي سيضاعف من الضغط على النظم الغذائي وبالتالي نقص الإمدادات الغذائية خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نظرا وأن سكانها سيبلغ عددهم في 2030 4 مليارات نسمة، الأمر الذي يبشر بهيمنة المنطقة على السوق العالمية للأغذية البديلة وبلوغه 64 مليار دولار في نفس العام. ولكن السؤال الذي يتوجب طرحه، هل أن التوجه الاقتصادي النباتي هو محاولة لضمان غذاء سكان الكوكب وحمايتهم من تغيرات المناخ، أم لأسباب لا تخدم سوى مصالح كبار المستثمرين في هذا المجال الواعد؟